كما قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن إيرادات قناة السويس بلغت خلال عام 2022-2023 9.4 مليار دولار بزيادة 35% عن السنة الماضية. كما أكد رئيس الهيئة أن قناة السويس ليست للإيجار وأن ما يثار من شائعات عن تأجيرها لمدة 62 عاما غير حقيقي بالمرة. طبعا هو غير وارد موضوع أن احنا نخصخص حاجة في قناة السويس أو إنها تتأجر ل 69 سنة أو 99 سنة، أو عايزين نقول إن أصول الهيئة دي ملك المصريين، وطبقا للدستور أي مشروع لقناة السويس لازم بيرجع للشعب عن طريق مجلس النواب، لكن غير وارد الموضوع ده تماما. يمكن إحنا اتكلمنا عليه لما كان الكلام على الصندوق السيادي قبل كده، وقلنا إن ده ملوش دعوة خالص بقناة السويس في بيع أصول أو رهن أصول، فده الموضوع طبعا بعيد عن الموضوع الثاني. بالنسبة للبورصة، فعلا احنا طرحين شركة الرباط 20% منها كتجربة في طرح الحكومي. احنا دايما بنتمشى على فكرة، هيكرسوس دايما بتمشي مع الحكومة ومع سياسة الحكومة ومع الدولة، يعني دايما مشجعة لها. فاحنا الشركة دي شركة واعدة وناجحة ومحققة نجاحات كبيرة، فاحنا طرحين 20% في الاطروحات 20% منها، ودخلناها في شركه قابضه دلوقتي عشان ينفع الموضوع ده كمبدا ان احنا ممكن نكمل الموضوع ده، لانه برضه هيبقى في عائد كويس ما دام الشركه ناجحه، يبقى فيها اقبال على الاسهم بتاعتها، وبالتالي هيبقى في عائد يعود على قناه السويس وعلى الدوله.